لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات، استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضافت قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصري ردوا الدين لأجل بلدنا مجد أمار. وأستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. النهارده مبسوط ان انا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بشكر مبادرة الجيل الجديد انها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. انا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد. انا انضميت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا ان هم راحوا اماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي. قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى 30ات القرن الماضي. واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة. فرحانة قوي إن أنا أول مرة أشوف حاجة يعني جديدة في حياتي. مبسوط جدا أنا بشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. رحنا حاجات كتيره جدا حلوه قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده، ونشكر مبادرة كلنا واحد وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر ردوا الدين لاجل بلدنا وإدراكا لأهمية اطلاع الناس على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهاردة بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سوموتومو إلكتريك إيجيبت، واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان في صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات. انا شايف ان دي فكرة كويسة جدا ومبادرة جيدة جدا، لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد انه يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد، صناعات قادرة ان هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات. المصنع بيصدر لأكثر من دولة في أوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة، وأول مرة أجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. أنا فخورة جدا بالمصنع دوت وأول مرة أشوفه وأتمنى أشوف حاجات كتيرة تاني. ثالث مرة ليا أجي المبادرة، والنهاردة اكتشفت إن في مصر أكبر مصنع للضفاير الكهربائية للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طلع في مصر جديد.
مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو وإن مصر في عهد سيادة الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه، فدي حاجة يعني شرفتها طبعا. أنا مبسوط جدا إن وزارة الداخلية خلتنا أزور مدينة بورسعيد وأزور أكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد، ولما أروح أحكي لأصحابي وقرايبي على اللي شفته النهاردة. المبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وبشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية على المكان الجميل اللي بيعمله. وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضرية الجديدة، شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبله لنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا، وبجد أنا فرحان وفخور جدا عندنا شركة زي دي وميناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities, and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق التفريعة وخدنا فيها جولة جميلة جدا. شفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة قوي حلوة. فخور ان احنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي وبالحجم ده. ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحة كانت جميلة جدا وانا كنت بصراحة ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحة. على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقة. أنا عايز أرحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادرة حديثة. أنا مبسوطة جدا بزمايلنا اللي انضموا معنا المبادرة الجديدة وبتمنى ان هم يستفادوا كل اللي احنا استفدناه من المبادرة. وتهدف هذه الندوات الى اثقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعريفهم بالانجازات الوطنية. انا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري خير، وانا ازاي احافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة وازاي اخلي مستقبلي افضل. كل المباني الحلوة اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغالة فيها، زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريعة ناجحة، وزي ما احنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني ادم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى اقوياء وناجحين ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز اعرف ازاي اكون مفيدة لبلدي. اول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى عملية التغيير لابد انها تكون جوايا الاول، وبعد كده ابدا اغير في اللي حواليا. يبقى انا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدا اوصله للاخرين عن طريق ان انا اكون ايه؟ قدوة. بشكر طبعا السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول ان احنا لازم ناكد على ان بناء الانسان قبل بناء البنيان. فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا ان في تطبيق فعلي التأكيد على المهارات اللي احنا لازم نطورها في الانسان. النهارده استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معانا في المبادره المره اللي فاتت، والشباب بالمجموعه الاولانيه رحبت بالمجموعه الثانيه، وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر ان شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما تشوف افضل حفيد تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضرية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديد بتقول دايماً
شوف أفضل حد أنا مبسوط بمبادرة جيل جديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة إن إحنا نتفوق. وتأكيدا على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو ما انعكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط باختتام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا نيجي هنا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة المدرس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول. المتميزون ثقافيا وعلميا ورياضيا من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوما بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر، وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به. وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.